بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل صيام شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبه فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن أقر بوجوبه ولم يفعله فهو كافر كفرا دون كفر، أي هو في أعلى قمة الفسق والظلم والعصيان. وقد فرض الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر لحكم عظيمة وفوائد مهمة للإنسان، ككل تشريعاته فالله غني عن عباده ولا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، لكن ما يشرعه الله ينقسم إلى قسمين: ما مصلحته الغالبة أخروية، وما مصلحته الغالبة دنيوية. فالذي مصلحته الغالبة أخروية هو الذي يسمى بالتعبدات، والذي مصلحته الغالبة دنيوية هو الذي يسمى بالتعللات. ولكن لا يمكن أن يكون تشريع خاليا من المصلحتين معا، كل تشريع أيا كان لا بد أن يكون فيه مصلحة للإنسان في الدنيا ومصلحة له بالآخرة، لكن قد تغلب إحداهما على الأخرى. فإذا غلبت مصلحة الآخرة كان ذلك تعبديا قد لا يدرك العقل وجه حكمته، كأعداد الركعات في الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل طلوع الفجر والشمس تحت الأفق 18 درجة موجبا لركعتين في الحضر والسفر، وجعل زوال الشمس عن كبد السماء موجبا 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر، وجعل دلوك الشمس وتوسطها في الأفق إلى جهة المغرب موجبا 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر، وجعل غروبها تحت الأفق موجبا 3 ركعات في الحضر والسفر، وجعل غروب شفقها وأثرها وهي تحت الأفق 18 درجة موجبا كذلك 4 ركعات في الحضر ولركعتين في السفر. والعقل لا يمكن أن يدرك وجه ترتيب أعداد الركعات على هذه الهيئات من أحوال الشمس، فإن ذلك من أمور الآخرة والمصلحة فيه متمحضة للآخرة، لكن مع ذلك في الصلاة مصالح دنيوية أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالصلاة فيها فوائد دنيوية لكن فائدتها الكبرى أخروية. الصوم كذلك له فوائد دنيوية وفائدته الكبرى أخروية. فائدته الكبرى هي ترجيح كفة الحسنات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فهذا الإنسان الضعيف سيوقف بين يدي الجبار جل جلاله يوم القيامة، وبين يديه ميزان القسط، له كفتان ولسان، ففي الكفة اليمنى توضع الحسنات وفي الكفة اليسرى توضع السيئات، وترجيح الكفتين بمقاييس الذر. فحينئذ يتمنى الإنسان أن ترجح كفة حسناته بأي ثمن بأي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والصوم مرجح لكفة الحسنات، لأن كل الحسنات الأصل أنها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم وحده استثنية من هذه القاعدة. فقد صح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: من عمل حسنة، من هم بحسنة فعملها كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. فالحسنات إذن مضاعفة كما بين الله ذلك في كتابه،
لكن السيئات لا تضاعف، قد تزداد عقوبتها فتضاعف العقوبة لكن لا تضاعف السيئة في الميزان. ولذلك قال الله تعالى لأمهات المؤمنين: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فالسيئة لا تضاعف في الميزان لكن يضاعف عقابها، وذلك بحسب شناعتها وفظاعتها، إما باعتبار الإنسان نفسه كمن قامت عليه الحجة بمشاهدة المعجزات، فالحجة عليه أعظم ممن بعد عن ذلك. ولهذا كانت الحجة القائمة على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أكبر من الحجة القائمة على غيرهن من سائر النساء: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فكان أجرهن مضاعفا وكان عذاب من أسرفت منهن مضاعفا، لكن الله حماهن وحفظهن من السيئات فكانت أجورهن مضاعفة، وقد وعدهن الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم. وكذلك الذي يقتحم الكبائر والفواحش يضاعف له العذاب يوم القيامة، لكن ذلك لا يقتضي تضعيف السيئة، فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والصوم أجره مستثنى من هذه القاعدة فهو غير موزون في الميزان، وإنما يقدره الله جل جلاله بكرمه وفضله الواسع الذي لا يمكن أن يتصور. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجمهور أهل التفسير أن الصابرين في هذه الآية هم الصائمون، فقد صبروا عن الملذات والشهوات والمفطرات طيلة النهار فاستحقوا بذلك الجزاء الذي ليس له حصر وهو الجزاء الأوفى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فليس معدودا بهذا العد بل هو أكثر من ذلك. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصوم لماذا كان بهذه المثابة؟ فأنتم تعرفون أن الصلاة أفضل من الصوم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أفضل من الصلاة. لماذا خص الله الصوم بهذه الخاصية؟ خص الله الصوم بهذه الخاصية لأن الله جعل الإنسان بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وأعلى وهو الملائكة المقربون، محضهم الله للطاعات وخلصهم للعبادات، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فأولئك الذين لا يستحسرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، أي لا يعتذرون عنها بأي عذر، هم مشغولون بالعبادة الليل والنهار، هم الطرف الأسمى. والطرف الأدنى الحيوانات البهيمية، فالحيوانات لم يكلفها الله بالتكاليف ولم يشرع لها الطاعات والعبادات، وقد سلط الله عليها الشهوات. فمهمة الحيوانات في الأرض ما هي؟ الشهوات، فهي تتمتع وتأكل وتموت. الملائكة لم يسلط الله عليهم الشهوات، فليس من مهماتهم الأكل والشرب والنوم والراحة، ليس ذلك من مهمات الملائكة. الإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فيه خاصية الملائكة بالعبادة والتكاليف، وفيه خاصية الحيوانات بالملذات والشهوات. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات
التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة يكون مع الملائكة. وإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى من البهائم لأن الحجة القائمة على الإنسان بالوحي والعقل أعظم من الحجة القائمة على الحيوان. ولذلك قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك الإنسان إما أن يكون في مصاف الحيوان وإما أن يكون في مصاف الملائكة، فالصوم يجعل الإنسان في مصاف الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة عبادتهم ديمة لا تنقطع، والصوم عبادة طويلة الأمد ليست مثل الصلاة، فالصلاة وقتها محدد، أنت يمكن أن تصلي صلاة العصر في 10 ركعات أو ربع ساعة. الصلاة لا يمكن أن تجمع معها أي شغل آخر من أشغال دنياك ولا من أشغال آخرتك، لا تستطيع أن تخرج زكاتك وأنت تصلي أو أن تقرأ أذكارك أذكار المساء والصباح مثلا غير أذكار الصلاة وأنت تصلي، لا تستطيع أن تبر والديك وأنت تصلي، لا تستطيع أن تدرس علما وأنت تصلي، كذلك لا تستطيع أن تبيع وتشتري ولا أن تؤدي وظيفتك وأنت تصلي. الصلاة لا بد فيها من الانشغال بها، إن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود. لكن الصوم تستطيع أن تجمع معه كل ذلك، فالصائم يمكن أن ينام ويمكن أن يدخل الخلاء ويمكن أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويمكن أن يذهب إلى المسجد يصلي ويمكن أن يقرأ القرآن يختمه ويمكن أن يقرأ ورده ويمكن أن يقرأ يطلب العلم. كل هذه الأمور يمكن أن يجمعها الصائم مع صومه. لذلك كان الصوم عبادة ملكية، فهو من مثابة عبادات الملائكة. الملائكة لا يحتاجون إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى الجماع، لا يحتاجون إلى أي شيء من الشهوات، عبادتهم ديمة مستمرة لا يقطعها شيء. فكذلك الصوم هو من جنس عبادات الملائكة، لهذا استحق صاحبه هذه المثوبة. ولكن سنذكر تفاوت أهله فيه وتباين درجاتهم ومستوياتهم فيه. فالصوم ليس كما يظن الناس أن جميع أهل المسجد أصبحوا صائمين هذا اليوم وأفطروا عند غروب الشمس وانتهت القضية. ليس الصوم كذلك، بل هو مسابقة كبيرة إلى الله، وأهلها متفاوتون تفاوتا عظيما في درجاتهم ومنازلهم، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فهم متفاوتون تفاوتا عظيما وتباينا كبيرا. لذلك من المناسب قبل رمضان أن نراجع جميعا أنفسنا كيف نستعد لرمضان وبماذا نستقبله. فهذا الشهر شهر رمضان ميزه الله عن سائر الشهور، فخصه بأنه أنزل فيه كتابه الكريم إلى أهل الأرض، فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وذلك في ليلة القدر منه، فقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والجمع بين قوله
الذي أنزل فيه القرآن وبين قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر موجب لأن تكون ليلة القدر في رمضان، فهي قطعة في رمضان لأن القرآن لا يعارض بعضه بعضا. القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في رمضان، إذن ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان دائم. وإنزال القرآن فيه مقصود وله مزيته، فهذا الشهر مرتبط بالقرآن، يجد الإنسان فيه من سهولة تلاوته ومن سهولة تدبره ومن سهولة ختمه ما لا يجده في الشهور الأخرى. إذا راجع كل واحد من الشباب الحاضرين الآن أنفسه فإنه يجد أن في السنة 12 شهرا، وأن الشهر الذي يسهل عليه به ختم القرآن مرتين أو ثلاثا هو شهر رمضان. الشهور الأخرى إذا كان جادا مجتهدا يختم مرة واحدة. هذا دليل على ارتباط هذا الشهر بالقرآن، وهو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر الكريم خصه الله بأنه يفتح فيه أبواب السماوات لاستجابة الدعاء، فكثير من الأدعية تصعد من الأرض ولكنها لا تصل إلى الله، لأنها تجد أبواب السماء موصدة فيردها ذلك إلى الأرض. لكن هذا الشهر يفتح الله به أبواب السماوات لاستقبال الدعوات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أظلكم شهر كريم تفتح به أبواب السماء وتوصل به أبواب النار، فأبواب السماء تفتح لاستجابة الدعوات، كذلك تفتح به أبواب الجنة، فالجنة لها ثمانية أبواب، وكل خير في الأرض فهو قادم من الجنة، وكل شر في الأرض فهو قادم من النار. الأمراض كلها التي يشكو منها الناس في الأرض هي من النار. الحر الشديد الذي يشكو منه الناس في الصيف هو من أنفاس جهنم. البرد الشديد الذي يشكو منه الناس في الشتاء هو من نفس جهنم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضي، فأذن لها بنفسين، نفسي في الشتاء ونفسي في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. فهذا الحر الشديد والبرد الشديد منهما تأتي الأمراض والجراثيم والميكروبات والأضرار التي توجد في الأرض، كلها قادمة من جهنم عائدا بالله، كل شر مصدره جهنم، وفي مقابل ذلك كل خير فهو قادم من الجنة، سببه الجنة، آدم أهبطه الله من الجنة، الأنعام التي منها فيها ركوبهم ومنها يأكلون أنزلها الله من الجنة، النباتات والأشجار أصولها من الجنة، كل المنافع التي تجدونها أصولها في الجنة، وهي ترجع إلى أربعة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأبواب الجنة إذا فتحت فسيصل من روحها وريحانها وبركاتها وخيرها إلى الأرض ما يعيش فيه الناس. هذه الثمانية، الأبواب الثمانية، كل باب له مصراعان كبيران، الخلل بين المصراعين فقط، ما بين المصراعين مثل ما بين إصبعي هاتين، هو مثل ما بين أذرحة وصنعاء، هذه المسافة الطويلة ما بين الشام واليمن، هو قدر مجرد الخلل بين مصراعين من أي مصارع أبواب الجنة الثمانية. جعلها الله مصدرا لكل خير، فيفتح الله أبوابها الثمانية للناس في رمضان، فتتنزل الخيرات والبركات، وما كان عطاء ربك محظورا. ففي الدنيا أهل الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وإنسانهم وجنهم وبهائمهم، كلهم ينالون نصيبهم من رحمة الله، لأن الله أنزل رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ملئها، هذه الرحمة من الجنة. أما في الآخرة فرحمات الله 99 رحمة، وهي مختصة بالمؤمنين فقط، لا يمكن أن ينال منها الكافرون أي شيء، بل يقال لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فنصيبهم من رحمات الله ينالونه فقط في هذه الحياة الدنيا، يعجل لهم فيها نصيبهم.
ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له للآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يفتح الله أبواب الجنة ليصل إلينا منها ما يصل من فضله ورحمته، وتجد هذه الأبواب أبواب السماء مفتحة أيضا، فيعين ذلك على إسراع وصول الخيرات إلى أهل الأرض والبركات والرحمات. كذلك من خصائصه التي خصه الله بها أنه توصد به أبواب النار. جهنم عائدا بالله منها لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الأبواب السبعة توصد في رمضان أن يحكم إغلاقها، هي مغلقة دائما، لكن في غير رمضان يكون إغلاقها مثل سد الأبواب كلها، لكن لا تكون موصدة. والإيصاد معناه أن يحكم غلق الباب، تجعل عليه الأقفال، تجعل عليه الحرائق، يشدد إغلاقه. وأبوابها، الفرق بينها وبين أبواب الجنة أن أبواب الجنة نعم هي إذا جاءها الجنة تفتح لهم أبوابها وفتحت أبوابها، يحرك النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة فتفتح أبوابها الثمانية بشفاعته صلى الله عليه وسلم. أبواب النار عائدا بالله إذا لم توصد هذا الإيصال يتسرب منها أنفاس جهنم، الحر الشديد والزمهرير أي البرد الشديد، كل ذلك يتسرب لمراء أبوابها. ولا أعظم من ذلك أن ما يصل إلى الأرض الآن من النيازك التي تأتي من بعيد، ينظر الناس إليها ويدرسونها أنها تأتي من عالم الغيب، من الفضاء الخارجي، وهذه النيازك تأتي بالغبار وتأتي بالرياح شديدة الهبوب وتأتي بالأعاصير، لكن تأتي بالأضرار الأخرى الكبيرة من الأمراض والجراثيم والأمور المعدية، وكل ذلك قادم من جهنم حائلا بالله منها صوره من جهنم. الكواكب المحترقة التي حرها شديد إنما احترقت من جهنم. الكواكب المتجمدة من شدة البرد بردها قادم من جهنم. قد لا يصل إلى الأرض مباشرة من جهنم رحمة من الله، لو وصلت هذه، لو وصل الحر الذي هو على الشمس مثلا إلى الأرض مباشرة دون أن يمر بالشمس لأهلك أهل الأرض. فالشمس درجة الحرارة المتوقعة عليها أكثر من 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع على سطحها 6000 انفجار نووي. هذا الحر الشديد لا يتحمل، فلو أنه وصل بدون واسطة إلى الأرض ولو بعد آلاف السنين سنوات الضوئية لاحترقت الأرض، لكن الله جعل هذا الحر يبدأ أولا بالشمس وفي بعض الكواكب، ثم يتدرج فيصل إلى الأرض بعض ما يصل من أشعة الشمس حرها. كذلك بالمقابل البرد الشديد الذي تتجمد منه الكواكب والمجرات النائية، لو وصل إلى الأرض مباشرة لتجمد ما فيها، لكن الله جعل له محطة قبل الأرض فيأتي منها بتدريج في تلك الكواكب.
وهكذا في بقية الأضرار. خص الله هذا الشهر الكريم كذلك بتنزل الملائكة فيه، فهذا الشهر الكريم تتنزل فيه الملائكة بليلة القدر بالسلام على المؤمنين بسلام الله جل جلاله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة هم أولياء المؤمنين يتنزلون عليهم ليثبتوهم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فيتنزل الملائكة في هذا الشهر أكثر مما يتنزلون في غيره، ملائكة الرحمة. لذلك تجد قلوب أهل الإيمان فيه رقيقة مقبلة على الله. خص الله هذا الشهر كذلك بتصفيد مردة الشياطين، يصفد فيه مردة الشياطين، وذلك عونا للإنسان على الطاعة. فالإنسان في هذه الدار له خمسة أعداء، خمس جبهات مفتوحة عليه، كل واحد منكم له خمسة أعداء محيطون به. الجبهة الأولى العدو الأول الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يزال بالإنسان حتى يخطر بينه وبين قلبه، ويعقد على قافية رأسه إذا هو نام فيضرب بكل عقدة: إن عليك ليلا طويلا فنم. ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان مؤخرة رأسه، كل عقدة يضربه بها: إن عليك ليلا طويلا فنم. هذا الإنسان رجس، فالرجس أصله من عمل الشيطان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والعداوات والبغضاء بين الناس من عمل الشيطان، فهو الذي يسعى لذلك: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. تخلف الناس عن الصلوات وهم يسمعون المنادي ينادي إلى باب رحمة الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولو دعوا إلى مال أو طعام أو نقود لأقبلوا عليها مسرعين. وهذا أعظم من ذلك وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ لماذا يتأخر الناس على الصلاة وهم يسمعون النداء إليها؟ من عمل الشيطان. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الخزن الذي يحصل للإنسان من الشيطان، الشيطان يحاول أن يدخل الحزن على الإنسان بأي وسيلة، أي وسيلة من وسائل الحزن يسعى له. يحاول أولا أن يسخطه لقدر الله، فأنت الآن لا تنال إلا ما كتب لك، لا يمكن أن تنجح في الامتحان ولا في الوظيفة ولا أن ترزق ولا أن تشفى ولا أن ترزق ولدا ولا أهلا ولا أي خير إلا حسب ما كتب لك، فقد رفعت الأقلام وجبت الصحف عما هو كائن. لماذا تحزن إذن؟ لو عرفت قدر الله لزال عنك الحزن، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم أي منها، فكل ذلك ليس محلا للحزن ولا للفرح، لأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف معه. لكن الشيطان يحاول أن يدخل عليك الحزن. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهو يسعى لأن يحزن الذين آمنوا،
حتى بالنجوى بين اثنين يدخل عليك الحزن أنهما يكتمان عنك شيئا أو أنهما يريدان إلحاق الضرر بك أو أنهما يمكران بك ليدخل عليك الحزن. إذن هذه الجبهة الأولى. هذه الجبهة أعانك الله عليها في رمضان بأن صفد أعتى جنودها. المردة هم أقوى الجنود، كل واحد منهم بمثابة 120 من بقية الجن. الواحد من المردة يقابله 120، 120 من الجن. فيصفد الله جميع المردة منذ هلال رمضان إلى صلاة العيد. فأعانك الله على جبهة الشيطان بتصفيد المردة وهم الأعتى والأقوى. بقية الجنود استعن بالله وتوكل عليه وجابه. الجبهة الثانية جبهة النفس، فهي عدو لك من حيث لا تشعر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس علامة عداوتها لك أنها لا ترضى منك إلا أن تكون مطففة، والمطفف هو الذي يأخذ كل حقه ولا يسامح بشيء منه، ويسعى لأن لا يؤدي الحق الذي عليه ما استطاع. ينتقص من الحق الذي عليه ولكن لا يقبل نقص شيء من الحق الذي له. هذا النوع من الناس متوعدون بالوعيد الشديد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا التطفيف عيب من عيوب النفوس البشرية. إذا أراد الإنسان أن يفحص نفسه هل هو مطفف أم لا، فهذا الفحص بسيط جدا، أسهل من فحص مرض السكر. كيف تفعله؟ إذا كنت مثلا موظف فجاء نقص في الراتب بدون سبب لا علم لك به، هل ستدافع عن حقك وتبذل كل جهدك في الوصول إلى حقك وستستنكر؟ إذا تعامل معك أي إنسان على أجرة محددة ولكن نقصت الأجرة، هل تأخذ ما يعطيه؟ إذن هذه قضية فحص التطفيف. في المقابل إذا كنت موظفا هل تحضر مع بداية الدوام وتنصرف عند نهايته؟ هل تؤدي العمل على أحسن الوجوه ولا تخون فيه ولا تغش ولا تقسم؟ هذا هو البحث. هذا البحث الذي يمكن أن تبحث به نفسك هل أنت مطفف أم لا. ولا تقولوا إن التطفيف مختص بالبيع، لأن الله ذكر له مثالا في قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. بل التطفيف في كل شيء. قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء كان فيه وفاء فيه تطفيف. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما وقف على المنبر يخطب دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا لقد طففت، تأخر حتى سمع النداء ولم يأتي قبله ولم يغتسل يوم الجمعة وإنما توضأ فأخذ كل حقه. نعم هو لم يعصي لكن أخذ كل حقه. في مقابله تطفيفنا نحن نأخذ كل حقوقنا ولا نؤدي حق الله في مقابل ذلك. لكن الصحابي إذا طفف سيؤدي حق الله ولكن يأخذ حقه هو كاملا، كما قال طففت لم يأتي إلا بعد أن سمع النداء وتوضأ يوم الجمعة ولم يغتسل. هذا تطفيف. هذه النفس قريبة من الإنسان وهي عدو له ويحتاج إلى الإعانة عليها، فأعان الله عليها في شهر رمضان وذلك بالصيام، لأن النفس مطيتها في الحياة الشهوات، وهذه الشهوات حيل بين الإنسان وبينها بالصيام. الإنسان بالصيام لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب ولا إلى جماع، هذه الشهوات مسدودة ممنوعة. فإذا كان الحال كذلك فإنه غني غنى كاملا، يحس بأن نفسه سامية الآن. كان سليمان عليه السلام على شاطئ نهر
فجاء صرد فقال أكلت اليوم نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. الدنيا كلها عليها العفاء، إذا استغنى الإنسان عنها ولم يكن عليه ضغوط عليها العفاء. فلذلك النفس تنطلق وتبدع وتنتج في رمضان لأنها وجدت حريتها. الحرية هي أساس الإبداع والانطلاق. فإذا حس الإنسان أنه ليس عليه ضغوط لا يحتاج إلى الرجوع البيت من أجل الأكل أو من أجل الشرب، لا يحتاج إلى أن يشتري الآن طعاما أو شرابا، لا يحتاج إلى شهوة أيا كانت، فهو حر ليس عليه ضغوط الآن. يمكن أن يجلس في المسجد، يمكن أن يختم القرآن، يمكن أن يطيل في صلاته، ليس عليه ضغوط. بينما إذا كان يحس بأن وراءه دافعا يدعوه إلى الخروج إلى البيت للغداء أو للشرب أو للشاي فسيدعوه ذلك لتخفيف من صلاته، ولا يستطيع الجلوس في المسجد كثيرا، فيتحرر من كل هذه بالصيام. فأعان الله بالصيام على هذه الجبهة وهي جبهة النفس. الجبهة الثالثة إخوان السوء، فهم أعداء للإنسان كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان مضطر لمخالطة الناس، والذين تخالطهم ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك ما نسيت ويساعدك بذكرك وتعلمك. وأخ كالغذاء كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا إذا احتجت إلى أمر ما فاضطررت إليه فرفعت إليه الحاجة ساعدك فيها. وهذا الأصل التعفف عما في يده والزهادة عنه قدر الإمكان، ولكن مع ذلك إذا احتجت إليه وجدته عند الحاجة فهو دواء. والإعلان المكتوب على كل الأدوية، الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. إذا نظرتم إلى علبة أي دواء تجدون هذا الإعلان عليها بلغات مختلفة، إن هذا الإعلان إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. كذلك الأخ الذي لا ينفعك إلا في أمور الدنيا، الأصل أنه دواء لا يستعمله إلا من هو مضطر له، ولا يستعمله إلا بمقادير ومقاييس محددة. وجدت أخا وصديقا عزيزا يحبك ويستطيع أن يقرضك مالا دين، هل الأصل أن تأخذه أو أن تترك؟ الأصل أن تترك وأن لا تأخذ منه ما دمت غير محتاج. إذا اضطررت للأخذ منه كم تأخذ؟ هل تأخذ منه كل شيء كل ما لديه؟ الأصل أن تقتصر على قدر الضرورة، الضرورة على قدرها فقط ولا تجاوز ذلك. الأخ الثالث أخ كالداء لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، يصل إليك من عدواه، عدواه في منطقه وعدواه في ظلمة القلب وعدواه في تصرفاته وأفعاله، عدواه في غفلته عن الله، عدواه في كل شؤونه، قعدت به سيئاته وكبلت خطاياه فليس من المسرعين إلى الله. يمكن أن يولي أبواب الله ظهره والله يدعوه ويناديه. فهذا النوع من الناس هو عدو لك في الواقع، قد تضطر لمخالطته ومصاحبته، قد يكون قريبا، قد يكون زميلا، قد يكون صاحبا في العمل والوظيفة، قد يكون صاحبا في الدراسة، لكنه عدو في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا النوع من الجبهات المفتوحة أعانك الله عليه في رمضان. فإخوان السوء لا يأتونك إلا من أجل شهوات الدنيا، يريدون طعاما شرابا، يريدون أكلا شربا شاي غير ذلك من حتى الشهوات الكلام، يسمعون القصص والأخبار. في رمضان أنت مشغول عن ذلك فلذلك لا يأتونك، يصفدون كما تصفد مردة الشياطين بالنوم
والاشتغال وثقل الصومالي والتعب، فهم مشغولون على كذا يأتون كيف رمضان. الجبهة الرابعة مفاتن الدنيا وشهواتها، فهذه الدنيا فيها مفاتن وشهوات إذا نظر إليها الإنسان استهوته، ولذلك الأصل لا تنظر إليها. يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذا رأيت شيئا يعجبك منها تذكر أن ما عند الله خير وأبقى. جاء أكيدر دومة الجندل وهو ملك ملوك العرب، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، فوجده في الصيد فأسره فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ملابس مضاعفة من الحرير، والصحابة رضوان الله عليهم في شدة وحصار، لا يلبسون إلا الثياب التي ينسجونها من أوبار الإبل وأصواف الغنم غليظة كبيرة. فإذا هو يلبس ملابس الحرير اللينة الناعمة الرقيقة جدا، فجعلوا يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعجبون من ملابسه؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. المناديل التي يمتخط فيها، لو قدر أنه يمتخط، أصلا أهل الجنة لا يمتخطون، لكن المهم أن المناديل مناديل سعد بن معاذ التي يمسح بها الرشح الذي هو عرق أهل الجنة خير منها، لا تساوي، لا يمكن أن تساويها ملابس أكيدر دومته. لذلك لا بد أن نتذكر أن ما عند الله خير وأبقى، وأن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كثير من الناس يرى ملك الملوك والرؤساء وما هم فيه، فقد يعجبه ذلك وقد ينظر إليه بإعجاب، لكن إذا تذكر قول الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في الدنيا نعم فيها ملك، لكنه ملك غير كبير، وهذا الملك ليس معه نعيم، أصحابه دائما على خوف أن يطاح بهم، على خوف من أي شدة، أي حدث يحدث يحسبون كل صيحة عليه. لكن الجنة ملك كبير ومعه نعيم دائم. الواحد من الذين تنظرون إليهم الآن في الصف، وقد يكون مجرد عامل يبيع الماء، قد يكون عامل نظافة، قد يكون لا حظ له في الدنيا، لكن عندما يدخل الجنة يكون ملكه ملكا كبيرا، يتمنى ملوك الدنيا جميعا أن يكونوا من خدمه الذين يجلسون بين يديه. يكون هو فقيرا مدفوعا بالأبواب في الحياة الدنيا، لا يوبه به، لا يهتم به أحد، لكن هو عند الله من الملوك الذين لهم ملك كبير ومعهم نعيم، وأيضا ذلك دائم باق لا ينقطع، نعيم الجنة لا يزول، لا يمل شيء مما فيها، كل ما فيها لا يمل أبدا. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يمكن أن يسمع كثيرا من الأذية في الدنيا وأن يقال له كثير من الكلام، إذا لم يقل له مباشرة ينقل إليه أو يكتبه في الصفحات الاجتماعية أو في النت أو غير ذلك، لكن في الآخرة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، اللغو ما لا فائدة فيه من الكلام، ولا تأثيما، التأثيم التكذيب، ولا تأثيما إلا قيلا. ما هو ذلك القيل؟ قيل القول سلاما سلاما، تسليم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك. لذلك لا بد أن تعلم أن ملذات الدنيا وشهواتها هي عدو لك، هي جبهة مفتوحة عليك، والله أعانك عليها في رمضان باستغنائك عنها وبالتقائك بالملائكة الكرام وبقراءتك للقرآن وبإقبالك على الله. ففي رمضان تتذكر الجنة، تتذكر ما أعد الله لعباده المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتترفع كثيرا عن هذه الحياة الدنيا وشهواتها. الجبهة الخامسة
من هذه الجبهات نعم الله سبحانه وتعالى عليه. هذه النعم الكثيرة من لم يقم بشكرها وقيدها لله جل جلاله كانت كرة عليه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا بد أن يدرك الإنسان أن هذه النعم هي فتنة عليه وعدو له إن لم يقيدها بشكرها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه فتنة وعدو، فأعانك الله على ذلك في رمضان باستغنائك عن الأهل. يمكن أن تجلس في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، وقت طويل تمضيه بانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه الجبهات كلها أعانك الله عليها في رمضان بهذا الصوم. للصوم فوائد دنيوية كثيرة، منها الصحة في الأجسام، فإن الإنسان عبارة عن مؤلف من كثير من الأجهزة. العين كم فيها من جهاز؟ الأذن كم فيها من جهاز؟ جهاز التنفس كم فيه من الأعضاء؟ تجاويف الأنف وحدها، الرئة وما فيها من الشعيرات، لو أردت عددها ما استطعت. جهاز القلب وحده والأذينين والعروق التي يغذيها في البدن، لا تبقى منك شعرة ولا قدرها إلا وتصل إليها تغذيتها عن طريق القلب. جهاز النطق، هذا الهواء الذي تستنشقه وهو صافي نقي ثم تخرجه وهو متلوث بعد أن مر بجسمك كله عن طريق الرئة بالزفير. بعد ذلك أيضا الجهاز الهضمي الذي به ابتلاع الأشياء وهضمها وتوزيعها وإخراج فضلاتها من البدن، هذه أجهزة كثيرة جدا. هذه الأجهزة تحتاج إلى صيانة. ما يمكن أن يكون لأحدكم سيارة يشغلها ليل نهار لا تطفئ، دائما تشتغل، هذا ممكن؟ أي جهاز لا بد أن يجد راحته، لأن كثرة التشغيل تقتضي احتكاكا، فالبدن فيه هذه الأجهزة كلها يحتاج إلى راحة. فجعل الله الراحة السنوية لجسم الإنسان وأجهزته هي بصيام رمضان، يجد أثر ذلك بصحته وتنقيته ونقص الوزن وغير ذلك. هذا محله إذا كان الإنسان يجعل رمضان في نصابه ويستعمله للاستعمال الحقيقي. كثير من الناس ما فاته من شهوات النهار يريد أن يعوضها في الليل، فيضاعف الوجبات في رمضان فيزداد الوزن ولا يتحقق الهدف. الوقت الذي ينبغي أن يقوم فيه الليل يشغل فيه بالملذات والشهوات، فهذا لم يستفيد من هذه المدرسة ولم يستفيد من رمضان على حقيقته. كذلك له فوائد روحية، فمن فوائد روحية إقبالك على الله سبحانه وتعالى فيه بشعورك بالقرب وعيشك في ظلال القرآن وتدبرك له وإحساسك بالملائكة الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود هو من معالي وشيم النفوس الرفيعة، فالنفوس الرفيعة هي التي تستطيع أن تجود بالمال. النفوس تسمو بلقاء الملائكة الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه رفيعة، هي أربع نفوس البشرية. كان أجود الناس في كل السنة. في يوم أوطاس أرجاه الأعراب إلى سمرة بعد أن قسم بينهم المال، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطيه من الذهب حتى ما يقله، ما يستطيع أن يرفعه. ثم أرجوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال إليكم عني
فلو كان عندي مثل سمر تهامة لعمل لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبالا ولا بخيلا ولا كذابا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يقول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد من سور من القول. وهذا تأديب الله له، لأن الله قال له: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وفي رمضان يشاهد أصحابه زيادة في جوده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وفي رواية: أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في مدارس القرآن، وكان يدارس القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من أبريق المرسل. فهذا الجود هو من سمو النفوس. يشعر فيه الإنسان بمسؤوليته عن العالم ومن حوله. فالإنسان خليفة في هذه الأرض، وهو محتاج إلى أن يشعر بذلك. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنت خليفة في الأرض، وذلك مقتضي لترفعك عن الدنايا والرذائل والصفات الخسيسة. فمقامك ليس ذلك، أنت كريم على الله، خلقك الله بيمينه بيديه جميعا، أسجد لك ملائكته، نفخ فيك من روحه. فهذا المكان العالي الكريم الذي هو تكريم رب العزة والجلال جل جلاله، هو: لقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم لا بد أن تشعر به. مما يشعرك به أن تحس بمسؤوليتك عن الناس. إذا أحسست أن الناس ينتظرون منك خيرا، كما قال الشاعر: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. فإذا أحس الإنسان أنه يؤمل وأن الآخرين يؤملون منه خيرا، فهذا يقتضي أن يكون دافعا له للإحسان. والإنسان يتعلم الكرم من إحساسه بالمسؤولية عن الناس. إذا شعر بأحوال المحرومين فرآهم وهم لا يجدون ذواقا لا ليلا ولا نهارا، لا يجدون عشاء ولا غداء، شعر بالناس يموتون من الجوع، فإن ذلك يقتضي منه الشعور بالمسؤولية. ولهذا قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. فالصيام يقتضي منك أن تحس بحال المحرومين والجوع والعطش الذين لا يجدون من يؤويهم ولا من يقوم عليهم في شؤونهم، فتستشعر مسؤوليتك عنهم وأنت خليفة في الأرض فتؤدي إليهم ما استطعت. ولا يهمك صغره أو قلته أو دناءته، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر في صحيح مسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو غلفا محرقا. غلفا الذي تطاوي شات الأرض محرقا قد أكلته النار. فما يستطيع الإنسان إيصاله إلى إخوانه ولو كان يسيرا قليلا هو فضل بالنسبة إليه، هو نبل وسمو في أخلاقه، والصوم يعوده على ذلك. كذلك من فوائد الصوم أنه مدرسة لتعويدك على تقوى الله. فأبلغ مهمة أمرت بها هي تقوى الله، والصوم يعينك على تقوى الله. لماذا؟ لأنك محتاج إلى تدريب. لو عينت في أي وظيفة، وظيفة السكرتيرية أو عينت سائقا أو عينت في أي وظيفة، تحتاج إلى تدريب على هذه المهمة، كيف يشغل هذا الجهاز. فالتقوى مما يعينك عليها هذا التدريب العظيم الذي تجده في الصيام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذه حكمة مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. فالتقوى إنما تتحقق باجتناب ما نهى الله عنه في الظاهر والباطن وامتثال ما أمر الله به في الظاهر والباطن. والصيام فيه اجتناب
بقدرتك أبتر لما أنت محتاج إليه وتهواه نفسك. تترك الماء البارد على الظمأ وأنت قادر عليه. تترك الأكل الذي تشتهيه وأنت قادر عليه بسبب صيامك. فهذا يعودك على أن تترك المحرمات طيلة عمرك. فهذا الصوم الدائم ترك المحرمات طيلة العمر. فتتعود بذلك بهذا التدريب على التقوى. تعلمت التقوى. هذا الصوم كذلك من فوائده أنه يقتضي من الإنسان استجابة للدعاء. فالصائم له دعوة لا ترد عند فطره، ويقتضي كذلك أنه يجد به الإنسان سعادة بال وهي الفرحة، بل ليست فرحة واحدة فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأنا بالإمكان أن أسألكم، فرحة عند لقاء ربه بالأجر والثواب، لكن الفرحة عند فطره بماذا؟ بماذا تفرحون عند الفطر؟ لا، الفرحة عند الفطر أنك أكملت يوما كاملا نجوت فيه من الشيطان لم يخرقه عليك. فقد فت الشيطان بيوم كامل من عمرك، وهذا فضل عظيم جدا. الحمد لله فزت على عدوي الشيطان بهذا اليوم كاملا، فتفرح لنجاحه الذي هو في سباق. أليس يفرح إذا جاء سابقا أولا قبل الآخرين والآخرون على وراء ظهره؟ يفرح. فأنت لا تفرح كذلك عند فطرك لأنك سبقت الشيطان بيوم. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفوائد الكثيرة تجدونها في هذا الصيام، وهذا الصيام خفف الله أيضا في مشروعيته. جعل الله للصيام فرضين فقط. فرائض الصلاة كم؟ 16 فريضة، لكن الصوم كم من فريضة؟ فرضان فقط، النية والإمساك فقط فرضان. ليس للصوم إلا فريضتين، الفريضة الأولى هي النية، والمقصود بها قصد الصوم، أن يتوجه قلبك إلى الصوم وتقصده، وذلك من الليل وسع الله وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي لحظة نويت فيها الصيام فصيامك صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا بد أن تبيت الصيام، لكن تبيت في أي لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يمكن أن تنوي الصيام. بل إذا كان الصوم لرمضان مثلا لشهر كامل وأنت مقيم غير مسافر ولم تمرض بفضل الله ونعمته، لم يأتي أي موجب من موجبات الإفطار، لم تحض المرأة ولم تلد في شهر الصيام، فالراجح أن نية واحدة تكفي لما يجب تتابعه. فإذا روى صيام رمضان من أول ليلة منه فهذه النية تكفيه، ولو سهى ليلة من الليالي أو شغل ولم يجدد النية لا حرج. فالنية التي كانت عند بداية رمضان أنه سيصومه من أوله إلى آخره كافية في ذلك إن شاء الله. لكن إذا قدر أنه جاءه موجب للفطر، مثلا حاضت المرأة أو ولدا، أو مرض الرجل مرضا موجبا للفطر وهو المرض الذي تخشى منه الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس، هذا المرض الموجب للفطر. المرض قسمان: موجب للفطر ومبيح للفطر. فالموجب للفطر هو الذي يخاف منه الإنسان الهلاك أو شديد خوف من فقد البصر أو خوف فقد السمع أو خوف فقد الحركة، هذا المرض المخوف الذي يخافه الإنسان. أما المرض المبيح للفطر فهو مرض شديد ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، مرض شديد لا يوصل الإنسان إلى خوف الهلاك ولا إلى فقد إحدى الحواس الخمس، هذا المرض الشديد يبيح له الفطرة في رمضان. إذا حصل موجب أو مبيح للفطر فأفطر الإنسان، فلا بد من نية جديدة إذا بدأ الصيام من جديد، ولا تكفي النية الأولى التي كانت في أول رمضان لأنها قد انقطعت بفطره. كذلك إذا سافر فأفطر في نهار رمضان فلا بد إذا أراد أن يصوم من تجديد النية. لكن اختلف إذا سافر فلم يفطر، أو مرض مرضا مبيحا فلم يفطر،
هل لا بد من تجديد النية كل ليلة لأنه على مبيح يجوز له أن يصبح صائما ويجوز له أن يصبح مبطلا؟ محل خلاف. والذي يترجح إن شاء الله النية الأولى كافية له بكل ذلك. ومع هذا فهذه النية مطلوبة، ترجح كفة الحسنات وتزيد الثواب، فعلى الإنسان أن يجددها كل ليلة. والصوم أساسه الركن الثاني وهو الترك، أي ترك استعمال المفطرات، ترك المأكولات والمشروبات وترك الجماع، فترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الفرض الثاني من فرائض الصيام. والتروك تنقسم إلى قسمين، تروك مخصصة بأوقات وتروك غير مخصصة بأوقات. فالتروك المخصصة بالأوقات مثل الصوم، فهو ترك لشهوة الفم والفرج وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الترك مخصص بوقت لا بد فيه من النية. أما الترك الذي لا يخصص بوقت كترك أكل لحم الخنزير، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك الربا، هذا الترك لا تجب له النية. يكتب للإنسان المؤمن، أظن الشيخ إمامنا الشيخ الناجي لم ينوي ترك شرب الخمر لأنه ما خطر على باله أن يشرب الخمر قط في حياته الحمد لله، لم ينوي ترك أكل الخنزير أو الميت الحمد لله، لكن مع ذلك مما يزيد الأجر أن يجدد هذه النية. لكن حصل الامتثال، حصل الاجتناب بدون نية، يحصل الاجتناب للطرق غير المخصصة بوقت دون نية. ولكن إذا نوى الإنسان ازداد أجره. فإذا الصوم له ركنان فقط، هما النية والكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع إلى غروب الشمس. هذا الصوم له أحكام شرعية غير هذه. هذه الأحكام منها أسباب الفطر وقد حصرها الله من سببين، السفر والمرض. فالسفر الذي يبيح الفطرة في رمضان، وليس لدينا أي سفر يوجب الفطرة، السفر لا يمكن أن يوجب الفطرة أبدا، السفر إنما يبيح الفطرة فقط، هو الذي ينال به الإنسان مشقة. فالسفر ثلاثة أقسام: السفر القاصد الذي مشقته شديدة والإنسان فيه يشق عليه الصيام حقيقة، هذا الأفضل فيه الفطر. السفر الذي ليس فيه مشقة، الإنسان المسافر تحت التكييف في طائرة ومدة السفر ستكون ساعتين ونصف مثلا من هنا إلى دار البيضاء، أو يسافر إلى دكار نصف ساعة في طائرة تحت التكييف، هذا السفر ليس فيه مشقة بذاته، فلذلك لا يفطر فيه ندبا، وأنت صوم خير لك. السفر الثالث هو السفر المتوسط بين هذا وهذا، فيه بعض المشقة، سافر الإنسان في السيارة من هنا إلى اليمن أو إلى النمل هو صائم، يحصل له مشقة قد يقوى على الصيام معها وقد يجد فيها عنة وتعبا. فهذا السفر للإنسان فيه أن يصوم وله فيه أن يفطر، لأنه متوسط بين السفرين السابقين. السبب الثاني هو المرض، والمرض قد سبق تقسيمه إلى مرضين: مرض مبيح للفطر ومرض موجب للفطر. لدينا أمور أخرى لا تسمى مرضا مثل الزكام والصداع ونحو ذلك، بل إن كثيرا من الناس مجرد الحرقان في المعدة يعده مرضا فيفطر من أجله. مجرد أن يكون الإنسان قد أصابه سم، بعض الأحيان يكون قد أصابه قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة يفطر من أجل أن سم أصابه، هذا غير صحيح. بالنسبة للأمراض المزمنة الدائمة المبيحة للفطر، منها مثلا الداء السكري، لأن صاحبه سينخفض السكر عنه إذا ابتعد عن الأكل، كلما ابتعد الإنسان عن الأكل ينخفض السكر في دمه، وحينئذ سينخفض الضغط ويجد نفسه لا يستطيع القيام، فهذا يمكن أن يصبح صائما، فإذا أحس بانخفاض السكر يفطر. ومثله صاحب الضغط الذي يرتفع له الضغط وينخفض، إذا سيصبح صائما، فإذا أحس
بارتفاع الضغط أو انخفاضه له الحق أن يفطر. بالنسبة لصاحب الربو وهو الربو في الرئة، ضيق التنفس في الرئة بضيق الشعيرات الهوائية، فهذا المرض المزمن أنواع، فمنه ما يكون حساسية من البرد، ومنه ما يكون حساسية من الحرب، ومنه ما يكون حساسية من الرائحة، ومنه ما يكون حساسية من الغبار، لكنه قد يستحكمه الإنسان فيذهله كل شيء، فيبقى الإنسان محسا بهذا الربو أنه يصعب عليه أن يتنفس حقيقة. فهذا إذا كان يتقن استعمال البخار الذي هو مثل الفنتولين أو مثل هذا البخار الذي يرتشف أو نحو ذلك، مما لا يسير باتجاه المعدة وإنما يسير في القصبة الهوائية إلى الرئة، فالرئة ليس لها منفذ إلى المعدة، الرئة لا تتجه إلى جهة الجهاز الهضمي، فالقصبة الهوائية البيضاء ما دخل فيها سيذهب إلى الرئتين فقط ويرجع، لكن ما دخل مع المريء الأحمر الذي يتجه إلى البطن هذا سيتجه إلى المعدة فيذهب في اتجاه الجهاز الهضمي. فلذلك إذا كان الإنسان يحسن استعمال الفنتولين فيضغط عليه وقد سد المريء وانفتحت القصبة الهوائية فيتجه إلى الرئة، مثلا يمسك عن التنفس هكذا ثم يطلق هذا الرذاذ في داخل حلقه، سيتجه الرذاذ مباشرة إلى الفتحة القائمة وهي القصبة الهوائية، وحينئذ يتجه إلى الرئة مباشرة. بعض الناس لا يحسن استعماله فيبتلع بعضه، هذا لا يفسد عليه صومه لأنه شيء يسير جدا، هو مجرد رذاذ وبخاته شيء يسير، والذي يذاق منه من الطعم هو مثل ما يذوقه الطباخ من الملح في الطعام وهذا جائز، أو مثل ما يصل إلى الحلق من الغبار، بل إن الذباب أكبر منه وقد عفي عنه فيكون كذلك. فإذا يجوز لصاحب الربو أن يستعمل الفنتولين وهو صائم ويستعمل موسعات الشعب الهوائية مثل هذه التي ترتشف وهو صائم، ولا يضر ذلك صومه، ولو ذاق طعمها ولو أحس بطعمها على لسانه أو ذاق لها طعما فإن ذلك لا يفسد الصوم. هذا الصوم كذلك من أحكامه أن له سنن ومندوبات، فمن هذه السنن أن رمضان يسن فيه قيام الليل وهو مثل صيامه سبب لمغفرة الذنوب، فقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مثل صيامه مشروع، لكن صيامه ركن من أركان الإسلام وهو واجب بحق كل أحد، وقيامه سنة وهي مؤكدة، فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واركعوا مع الراكعين، يحيي فيها الإنسان المساجد، يسمع القرآن كاملا يتدبره، يزيد سواد المسلمين، إذا كان في المسجد نشاط دعوة أو تعليم أو أي نشاط يشارك فيه فيكون بذلك ناصرا للدين ومكثرا لسواد المسلمين، كل هذه من السنن المشروعة. قيام الليل ليس له حد لا بالركعات لا بالعدد ولا بالوقت، لأن الله قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهذا أعم شيء فيه، لأنه قال يبيتون وذلك يشمل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لكنه استثنى منه فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فإذا ليس لذلك تحديد، وإذا حصل تحديد
يكون بالوقت لا بعدد الركعات. يمكن أن تقوم بمئة ركعة، يمكن أن تقوم بمئة ركعة، يمكن أن تقوم بعشر ركعات، تسع ركعات، لا يحدد لك أحد عددا من الركعات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها أنه كان في أغلب الليالي يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. لكن مع ذلك عائشة التي روت هذا الحديث سئلت عن وتره فقط، عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تارة يوتر بركعة، وتارة بثلاث، وتارة بخمس، وتارة بسبع، وتارة بتسع، وبلغ وتره 11 ركعة. في الوتر وحده قد يصل إلى 11 ركعة لا يسلم بينهن، وقد يصلي يوتر بثلاث لا يسلم بينهن، وقد يوتر بخمس لا يسلم بينهن، وقد يوتر بسبع لا يسلم بينهن. لكن المهم أنك يحصل لك قيام الليل عندما تقوم مع أي إمام في أي مسجد من أرجاء الدنيا من قيامه إلى صرافه. فقد صح في حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. إذا كان المسجد يتناوب فيه إمامان، أحدهما يصلي عددا من الركعات والآخر يصلي بقية الصلاة، فهما بمثابة إمام واحد، يرتضى اللسان إكمال الثاني. فقد رتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمامين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أبي بن كعب، فكان يصلي عشرا فيطيل فيهن حتى يعتمد الناس وعلى العصي من طول القيام، ثم يأتي تميم الداري ويصلي للناس 13 ركعة. هذا ترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن هذه سنة، وإذا صلى الإمام بإحدى عشرة ركعة أو صلى بثلاث عشرة ركعة أو صلى بسبع عشرة ركعة أو تسع عشرة ركعة أو 21 ركعة أو 23 كما فعل عمر أو 39 كما فعل عمر بن عبد العزيز، فكل ذلك لا حرج به. وإذا صليت معه حتى انصرف فقد كتب لك قيام الليل. الأصل أن يكون لكل واحد منا خاصية يخص بها نفسه، فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فذهب إلى بيته فتعشى ونام فاستيقظ آخر الليل أو من جوف الليل، عليه أن يجعل لنفسه خاصية يختص بها نفسه، فهذا وقت النزول الإلهي ووقت الدعاء، فلا تحرم نفسك. يقول عبد الحق الإشميلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. قد فتحت الأبواب أمامك فلج منها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذه خاصيته. أيقظك الله ورد إليك روحك في هذه الساعة لتعمل خيرا، فلا تحرم نفسك من هذا الخير. إذا أردت أن تصلي بعد أن توتر مع الإمام فلا وتر عليك بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. لكن كان ابن عمر إذا أوتر في أول الليل فاستيقظ يصلي ركعة أخرى تشفع له الماضية، ثم يصلي ما كتب له، ثم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن كان هذا من مذهب ابن عمر المختص به، ولم يعمل به سائر الصحابة الكرام، فيكفي الوتر الواحد الذي أوترته مع الإمام أول الليل، وصلاتك بعد ذلك لم تكن مقصودة أن تجعلها بعد الوتر فلا حرج فيها، ولا يلزمك وتر آخر، يكفيك وتر واحد. كذلك من السنن في هذا الشهر الكريم أن يتسحر الإنسان قبل الفجر، وهذا السحور معناه أن يكون شيئا أيا كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم السحور التمر، نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. هي تسحر الإنسان بأي شيء، وقال: هو الغداء المبارك، السحور هو الغداء المبارك، وكان يأمر به فيقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا السحور الذي يتسحر الإنسان أيا كان يحاول أن يكون من حلال، لأن ذلك مما يقتضي نهوضه للطاعات وعدم تثاقله المعصية، وحاول أن لا يأكل على موائد اللئام، ولا على موائد الذين يأخذون المال من غير حله، ولا على موائد المرابين، ولا على موائد الذين لا يبالون.
حاول أن يكون هذه اللقمة من حلال، وحينئذ سيترتب عليه الأثر الطيب بإذن الله. كل لحم نبت من حرام في النار أولى به، فإذا كان ذلك من حلال أعانه ذلك على استجابة الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان، وفي رواية: بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة. لا بد أن نستشعر أن رمضان مسابقة، وأن هذه المسابقة الناس فيها متفاوتون، فمنهم من يبقى في غفلاته وسهوه حتى يدخل رمضان ولا يجد نفسه قد استعد بالتوبة النصوح والإخلاص والتهيئ للمسابقة، فيمضي أول الشهر حتى إذا كانت العشر الأواخر وجد الناس قد قطعوا أمامه أشواطا لا يستطيع أن يدركه فيها، فهذا النوع هو من المتخلفين في الصيام. آخرون يصومون مع الناس من أول الشهر، لكن يومهم كله نوم وليلهم كله أكل وشرب وانشغال وإقبال على الشهوات والملذات، هذا في الواقع ليس صوما حقيقيا. وبالأخص إذا صاحبه أكل الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وغير ذلك من الكلام المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحد العلماء يقول: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ويقول آخر: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه. لا بد أن تصومه وأن تصونه أيضا، تحاول أن لا يخدش صومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. وليقل هنا، قال بعض أهل العلم: يقولها في باطنه، لا يقولها بلسانه خشية الرياء والسمعة، بل يقول في باطنه: أنا صائم أنا صائم، يذكر نفسه أنه صائم. فالصائم يتشبه بملائكة الكرام، فليس أهل الشحناء والجدال والمعارك والمشكلات، إني صائم إني صائم. فلذلك لا بد من كف اللسان عن الهذر وعما لا خير فيه. ثم بعد ذلك من سننه أيضا أن يحرص الإنسان على ختم القرآن فيه، هذا القرآن أنزل فيه، فحاول أن تختمه فيه وتراجعه، ونصتك لحفظ ما لم تحفظ منه ولتدبره وتفهمه، فقد أنزل لذلك. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لا بد يا إخواني أن يكون لنا نصيب من القرآن، وأن نكون فعلا من السابقين في هذه المسابقة بكثرة الختمات والتفهم والتدبر، تدبر المعاني وتدبر المحبة. الذي يفهمه يتدبر وتدبر المعاني، والذي لا يفهمه يتدبر وتدبر المحبة. يقول: كلام ربي كتاب ربي، هذا الكلام منزل من فوق سبع سماوات من الله، بدأ وإليه يعود، هو أحدث الكتب بالله عهدا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلذلك لا بد أن ننزله منزلته وأن نقدر مكانته، هو عظيم عند الله جل جلاله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من نطق به صدق، ومن تركه من جبار قسم الله ظهره،
فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هو الفصل ليس بالهزل فتزود منه وخذ منه حظك ونصيبك واعلم أنه مائدة الله بعلمه لا يشبع منه العلماء والمتطفل عليه لا يحرم تقضى به الحوائج كلها يوسع الله به الأرزاق يشفي به المرضى يهدي به القلوب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأقبل على هذا القرآن وتزود منه واعلم أن حظك في الدنيا والآخرة بقدر حظك منه حظك في الدنيا بزيادة الإيمان وشفاء أمراضه وذهاب أعراضه وأمراض النفاق بهذا القرآن حظك في الآخرة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الغالي فيه ولا الجافي عنه اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها كذلك من المهم في هذا الشهر ومن السنن التي لا بد من التأكيد عليها الإنفاق فيه ولو من الإبطال ولو كان الإنسان فقيرا لا بد أن تتخلق بأخلاق الرسول الذي تحبه صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود ما يكون في رمضان حاول أنت أن تظهر جودا لم يكن من طبيعتك في هذا الشهر أنفق ينفق الله عليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر وأعط ممسكا تلفا فلذلك حاول أن تظهر جودا أن يشعر من حولك بأنك أجود مما كنت عليه في هذا الشهر ولو من عمل يدك فهو أحسن ما ينفق منه الإنسان أحسن ما ينفق منه الإنسان عمل يده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقة قال وتعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمله عليها متاعه صدقة فعمل اليد هو خير الكسب بالنسبة للمأكول ما أكل أحد أطيب من كسب يده من عمل يده وإن النبي الله داود كان يأكل من كسب يده وكذلك الصدقة من كسب اليد فالجود يكون من ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من السابقين المقربين الفائزين في رمضان العتقاء من النار وأن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا وأن يجعلنا أجمعين من الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا وأمرنا على صراطك البحر الخاطئ واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زورته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات واقض ما في علمك من حوائجهم اجمعين اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا محروما من الذريه الا رزقته ولا عسيرا الا يسرته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين
اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى به عن المنكر وتقام به حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا المسجد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفقهم للطاعات وجنبهم السيئات إنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واغفر ذنوبهم واستر عيونهم واشرح قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الطلاب ونجحهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وفوقهم ونجحهم. اللهم خذ بنواصيهم من الخير وأهلهم السداد والصواب يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم المسلمين الميتين الذين شهدوا لك بوحدانية لنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنه سأراد نور لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم وارقه بنا وارفق بنا إلى صرنا إلى ما صاروا به. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في نفسه. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنوفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة فاجعلنا أجمعين منه أوفر حظ ورصيد. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.